السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أسئلة عامة على الدوائر الكهربائية والمقاومات للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. سؤال 6: ثلاثة مصابيح متماثلة وصلت كما في الشكل المجاور. السؤال الأول: قارن بين درجة سطوع كل من المصابيح الثلاثة. أول شيء لازم نتذكر هذه القاعدة، لازم نتذكر هذه. يعتمد سطوع إضاءة المصباح على القدرة الكهربائية التي يبددها فتيله، فالمصباح الذي يبدد قدرة أكبر يكون أكثر سطوعا. النقطة الثانية عليك تشوف شو عطاك. عطاني إنه مصابيح متماثلة، يعني المقاومة لـ A و B و C متساوي، هذه معطى. بدرس الشكل، من الشكل عندنا فرق الجهد دلتا V للبطارية تساوي لدلتا V للمصباح A تساوي لدلتا V للمصباح C و B. ماشي؟ فرق الجهد بين طرفين المصباح C يساوي فرق الجهد بين طرفين المصباح B، وكل منهم يساوي النصف، نصف فرق جهد البطارية. هذا من الشكل. أيضا من الشكل دلتا في بي تساوي دلتا في سي تساوي لدلتا في على 2. شو بنستنتج من هذا الكلام؟ نستنتج أنه فرق جهد المصباح A أكبر من فرق جهد كل من المصباح B والمصباح C. هلا بنجي للصياغة. قبل ما نجي للصياغة، أي معادلة من معادلات القدرة بتفيدني؟ المعادلة اللي بتربط ما بين القدرة وفرق الجهد والمقاومة، اللي هي هذا. مين الثابت عندي؟ المقاومة ثابتة، هذه ثابتة. إذن التناسب طردي ما بين القدرة وفرق الجهد. إذن بنصيغ العبارة بالشكل التالي: إذن درجة سطوع B نفس درجة سطوع C وأقل من درجة سطوع A، لأن قدرة المصباح B أقل من قدرة المصباح A. القدرة والسطوع تتناسب طرديا مع فرق الجهد عند ثبات المقاومة. ننتقل للسؤال الثاني: إذا أزيل المصباح B من قاعدتي، يعني هذا لغناه، فما التغير الذي يطرأ على درجة سطوع كل من المصباحين A و C؟ عندما بنلغي B و C موصولين على التوالي. هلأ وين أنا عم بنظر على الشكل؟ B و C موصولين على التوالي، فلذلك إذا خرب المصباح B معناته ما حيمر تيار بالفرع CB، فالتيار فقط حيمر بهذا الشكل. لاحظ كيف بدي أرسم اتجاه التيار. إذن ما حيمر تيار لا في B ولا في C، وما حيضيقه، حيبقى A مضاء كما هو لأن فرق جهده بقي ثابت. طيب، تنعدم درجة سطوع المصباح C لاتصاله على التوالي مع المصباح B، بينما تبقى درجة سطوع المصباح A على حالها، حيث لا تغير على جهده ولا على مقاومته، يعني ما في تغير لا بجهده ولا بمقاومته. 3: إذا أزيل المصباح A، وين المصباح A؟ هذا المصباح A من قاعدته، فما التغير الذي يطرأ على درجة سطوع كل من المصباحين B و C؟ بيجي للشكل. إذا شلنا المصباح A فالدائرة ستصبح بالشكل التالي: التيار سيمر من C ومن B. إذن وكأنه عندي فقط المصباحين B و C، وحيكون فرق الجهد بينهما هو فرق الجهد للبطارية، لكن فرق الجهد لكل منهما هو نصف فرق الجهد للبطارية. بنشوف شو عنا. إذن دلتا في بي تساوي دلتا في سي وتساوي دلتا في على 2، لأنه مقاومته متساوية.
لا يطرأ أي تغير على درجة سطوع أي منهما. ليش؟ لأن فرق الجهد يبقى ثابت ويساوي نصف جهد البطارية. 4. إذا أغلق المفتاح، فما التغير الذي يطرأ على درجة سطوع المصابيح الثلاثة؟ أغلقنا المفتاح، أنا هلا عم بدرس الشكل، بيجي بدرس الشكل، التيار حيخرج من القطب الموجب ويمشي في هذا الطريق، حيشوف أمامه طريقين، قسم حيمر في هذا الطريق يوصل لهون، القسم الثاني حيمشي لهون ويشوفون أمامه طريقين، طريق المقاومة بي وطريق المفتاح، حيختار يمشي بطريق المفتاح لأنه المقاومة قليلة، وحيخرجوا من هون ويجي يكمل من هنا. إذن وكأنه المصباح بي غير موجود، وأصبحت الدائرة وكأنه المصباح A والمصباح C موصولين على التوازي، وفرق الجهد بين طرفي كل منهما متساوي ويساوي لفرق جهد البطارية. هي من الشكل، كله عم بحكي من الشكل. مقاومة A تساوي لمقاومة C، دلتا V A تساوي لدلتا V C وتساوي لدلتا V. عند غلق المفتاح لن يمر التيار في المصباح B لأنه يفضل المرور في فرع المفتاح لمقاومته صغيرة جدا فتنعدم إضاءته، نقطة. وتصبح درجة سطوع المصباح C مساوية لدرجة سطوع المصباح A. من المصباح A لم يتغير سطوعه لأنه فرق جهده لم يتغير، يطرأ عليه تغيير، التغيير طرأ على فرق جهد المصباح C. في أمان الله، وبتمنى أكون وصلت لكم الفكرة.